Hello and welcome to the news from Bahrain International. I am Aisha Ibrahim. His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa receives in the presence of His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister, Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, His Majesty's personal representative, His Highness Sheikh Abdullah bin Hamad Al Khalifa, the representative of His Majesty the King for Humanitarian Work and Youth Affairs, His Highness Sheikh Nasr bin Hamad Al Khalifa, the first Deputy President of the Supreme Council for Youth and Sports, President of the General Sports Authority, and President of Bahrain Olympic Committee, His Highness Sheikh Khalid bin Mohammed Al-Khalifa at the Sahir Palace, a number of Northern Governorate's citizens, with the framework of His Majesty's keenness to meet with citizens on the occasion of the holy month of Ramadan, where they greeted His Majesty the King and congratulated him on the occasion, wishing him abundant health and happiness and many happy returns. They expressed thanks and appreciation to His Majesty for the development the Northern Governor witnesses as a result of His Majesty's directives. Following a recital of verses from the Holy Quran, His Majesty the King delivered a speech on the occasion. <speaking and speaking of the رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. أصحاب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، أيها الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خير ما نبدأ به تلاوة عطرة من القرآن الكريم، يتلوها على مسامعنا القارئ علي صلاح عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة. الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار ليجزيهم الله احسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب صدق الله العظيم يتفضل سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإلقاء كلمة بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يطيب لنا في بداية لقائنا المبارك هذا أن نرحب بكم جميعا وأن نتوجه لكم بخالص التهاني بشهر رمضان الفضيل الذي نستقبل بشائر خيره وهباته خير استقبال وبعودة مباركة يدوم فيها وصلنا واجتماعنا على المحبة والصلاح والفلاح بإذن الله تعالى. وفي مثل هذا المقام نحمد المولى عز وجل على نعمه الكثيرة وأفضاله الواسعة علينا في السراء والضراء. فها هي البحرين بالرقم من كل التحديات، تمضي بعزيمة أبنائها وبناتها بخطواتهم الواثقة نحو قدهم، الذي سيكون أكثر إشراقا بإذن الله، وبعودة جميلة لصور الحياة التي عهدناها في تقاربنا وتواصلنا وبسعينا الواحد إعلاء لراية الوطن. ولا يفوتنا هنا أن نجدد الشكر والامتنان لكل جهد مخلص يضع الواجب الوطني نصب العين، والذي يمثل في تقديرنا صمام الأمان وركيزة الاستقرار لمجتمعنا المتسلح، بثوابته الوطنية وقيمه الأصيلة التي ترتقي بأدائه، وتجعلك ما عرفناه متأهباً ومستعداً ومتيقظاً على خطوط الحماية لسلامة الوطن، ووحده صفه وفي هذه الليالي الفضيله يؤلمنا تكرار الاحداث المؤسفه التي يتعرض لها المسجد الاقصى المبارك والتي يجب وقفها والسماح بتاديه الفروض والشعائر الدينيه بامن واطمئنان للجميع من منطلق احترام قدسيه بيوت الله وتوقير حرماتها مؤكدين في هذا الصدد ان لا حل لهذا الصراع المستمر بين الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي الا بقيام الدولتين وفق قرارات الشرعيه الدوليه ومبادره السلام العربيه وأن يتعايش جميع أصحاب الأديان في هذه الأرض المقدسة بتسامح ووئام وسلام. ونختم حديثنا معكم حضورنا الكريم بتجديد ترحيبنا بكم وسعادتنا بلقائكم في هذه الليالي المباركة سائلين الله عز وجل لنا ولكم أخلص الأعمال وأبلغ الجزاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة أهالي المحافظة الشمالية: The new OB professor, Dr. Faisal Hamid Al Mulla, delivered a speech on behalf of the people of the northern governorate, in which he expressed pride in meeting with His Majesty the King and congratulated His Majesty on the holy month of Ramadan, wishing many happy returns and for the kingdom further progress and prosperity under His Majesty's leadership. Al Mulla expressed the pride and appreciation of the people of the northern governorate in this annual meeting. He noted that Bahrain, especially the northern governorate, witnesses. Development and prosperity, thanks to His Majesty's directives. He stressed that the government in, is inspired by His Majesty's approach in community and humanitarian works, following the steps of the Royal Humanitarian Foundation, which established the visions and aspirations of His Majesty, which reflects Bahrain's civilization in promoting the values of social uh, social solidarity he said that the governorate spares no effort to working as part of team bahrain led by his royal highness the crown prince and prime minister as part of the vision of sustainability for a better life and a safe society for all to increase loyalty and consolidate the values of citizenship. dr. al-mulla expressed the governorate's pride in participating in the implementation of the national plan to promote the spirit of belonging to the nation and reinforcing the values of nationalism. Through national, religious, sports, and health occasions, and in expanding the implementation and training and rehabilitation programs for those sentenced to alternative sentences, which are implemented by the Ministry of Interior and constitute a qualitative leap in the reform process and in the promotion of human rights in the state of institutions and law, based on the foundations of coexistence and openness.

فالمحافظة الشمالية تستلهم من نهج جلالتكم القويم الأعمال الإنسانية والمجتمعية سيرا على عطاء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية والتي رسخت رؤى وتطلعات جلالتكم في العمل التكافلي على مدار العام مما يعكس تحضر وأصالة هذا الوطن العزيز في نشر قيم التكافل الاجتماعي ومن بين البرامج المحافظة في هذا الشأن التعاون مع أصحاب الأيادي البيضاء والمخلصين لرعاية الأسر المتعففة من خلال مشروع بيوت وتوزيع السلالة الرمضانية ودعم الجمعيات الخيرية، مؤكدين بذلك قيم ومبادئ عمل البر والخير التي توارثناها جيلاً بعد جيل من الآباء والأجداد. سيدي حضرة صاحب الجلالة، إن المحافظة الشمالية لا تدخر جهداً في العمل تحت مظلة فريق البحرين الوطني بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ضم رؤيتها تنمية مستدامة لحياة أفضل في مجتمع عامل للجميع لتنمية الولاء وترسيخ قيم المواطنة ففي قطاع العمل ساندت المحافظة البرنامج الوطني للتوظيف وفي القطاع الصحي عملت على تعزيز الصحة من خلال برنامج المدن الصحيه لاعتماد عالي مدينه صحيه والترويج للحمله الوطنيه للتطعيم وفي القطاع الاسكاني دعمت المحافظه اولويه حصول المواطنين من ذوي الحالات الانسانيه على الخدمات المتاحه. سيدي تفتخر المحافظه الشماليه بالمشاركه في تنفيذ مبادره الخطه الوطنيه لتعزيز الانتماء الوطني وترسيخ قيم المواطنه. من خلال المناسبات الوطنية والدينية والرياضية والصحية والتوسع في تنفيذ برامج تدريب وتأهيل المحكومين بالعقوبات البديلة والتي تنفذها وزارة الداخلية وتشكل نقلة نوعية في مسيرة الإصلاح وتعزيز حقوق الإنسان بدولة المؤسسات والقانون القائمة على مرتكزات التعايش والإنفتاح. سيدي حضرة صاحب الجلالة ان المحافظه الشماليه بمدنها وقراها باطيافها واعراقها تقف صفا واحدا بقياده جلالتكم والتزاما بنهجكم القويم الذي جعل من البحرين تعيش في حواحه امن وامان ونموذجا للتعايش والتسامح ختاما نسال الله سبحانه وتعالى ان يديم على جلالتكم الصحه والعافيه وان يحفظكم لمواصله مسيره الخير والنماء في مملكتنا العزيزه ودمتم يا صاحب الجلاله ذخرا وسندا للبحرين واهلها والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صاحب الجلاله أيها الحضور الكريم، قصيدة نظمها الشاعر a poem by Dr. عبدالله أحمد منصور الراضي was recited by Mr. Dr. علي منصور نصر آل شهاب on the occasion سيدي صاحب الجلالة، يشرفني أن أقف أمامكم لألقي هذه القصيدة وفي ظل هذا الشهر الفضيل أتمنى لجلالتكم حفظكم الله ورعاكم بدوام الصحة والعافية وطول العمر وحفظك الله ذخرا لهذا البلد وكل افراد الاسرة المالكة الكريمة يعني هذا شعور لكل فرد من افراد الاسرة الكريمة المالكة لله نلهج بالدعاء ونسجد وله على ما قد حبانا نحمد ملك عظيم قد تولى امرنا فبنى لنا البحرين فيها نسعد حمد غدا رمزا لوحده شعبنا شعب على حب المليك توحد حمد فانت لنا اب ومعلم وبكم غدونا في العلا نتسيد جئناك يا ملك القلوب وكلنا شوقا لرؤيتكم فانت القائد ولنا بشهر الصوم صوم عندك عاده ناتيك افواجا وعندك نرفد شرف عظيم ان نزور مليكنا وله المحبه والولاء نجدد جئناك يا حمد ويسبقنا لكم حب غدا بقلوبنا يتجدد جئنا نهنئكم ابا سلمان في شهر في شهر الصيام وللدعاء نردد إنا لندعو الله يحفظكم لنا وهو العزيز القادر المتفرد فلأنت أفضل ما تمنى شعبكم حمد بفضل الله أنت مؤيد نعم المليك فيا ابا سلمان قد اثرت شعبك والخلائق تشهد حمد مكارمكم علينا كثره ماذا وقد كثرت ترى ساعدد افضالكم كثرت لذلك من يرد تعدادها في سعيه لا يحسد وعطاؤكم حمد ليصعب وصفه بحر عطاؤك زاخر لا ينفد فالباذلون النفس في اوطانهم والمؤثرون على النفوس ليحمدوا فالبذل منك سجيه حمد فكم زرعت يمينك كي بنوكم يحصد والجود يعرفكم فانت قرينه لو يسألوه لقال أنت الأجود ما جاءكم من سائل فرددته حمد فبابك مشرعا لا يصد والصفح طبعك يا أبا سلمان إذ لم يثنكم عن حسن صفحكم صفحك جاحد طبع الكرام تسامح وتفضل ولكم ابا سلمان فيه تفرد صبر وعزم صادق وتدبر وتيقن وتمكن وتجلد حلم وجود والسماحه طبعكم خلق كريم زان عزك سؤدد دانت لك الامجاد حتى انها جاءت لكم ترجو الجواز وتنشد حمد وضعت الحق نصب عيونكم ما انت عنه لاي ظرف حائد عاهدت شعبك ان تكون لهم ابا وتقيهم لو جار يوما حاقد وتوفر العيش الكريم لشعبكم ولعيشنا في ظل عطفك ارغد سكن وتعليم وصحه شعبكم هي أولويات لكم إن توجدوا وبفضل ربك قد وفيت بعهدكم في كل مسعى تبتغيه مسدد في كل حين أنت في وجداننا عن قلب كل مواطن لا تبعد أي في الشعب الوفي كرامة فهم بكم أعلى المراتب يصعدوا اعطيت معنى للحياه بعزه فغدت بك البحرين ملفى يقصد وجعلت ارض الخلد صرحا امنا كل بمعتقد يرى يتعبد حريه الاديان انت كفلتها لا مذهب او دين عنها يبعد ارسيت للحكم الرشيد مبادئا فغدت مثالا يحتذى ويقلد واخترت ربانا واخترت ربانا يقود سفينه لحكم لحكومه تسعى لما هو احمد سلمان نجلك وهو حقا خير من يرجى له امر الحكومه يعهد نهج فريد أنت سقط بحنكة من ذا ينافسك فأنت السيد ولا أنت حصن نستظل بفيئكم عند الشدائد بإسمكم نتوحد ملاح خوف أو عرانا هاجس إلا بعزمك قد غدوت تبدد مرت على البحرين أياما بدت فيها الغيوم بأفقنا تتلبد فمن الوباء قد اعترتنا رهبة ساد الجميع تخوف وترصد وقد انبرت وقد انبريت لها بكل جرأة ولنا السلامة والنجاة تؤكد ولقد أتت أفعالكم مصداق ما قلتم ورحتم للعلاج تحددوا ولذا قد انقشع الغمام وسادنا جو الامان فلا وباء يهدد يا ايها الملك العظيم نجلكم عهد الولاء لكم نصوغ ونعقد ان لم يكن حمد فمن ذا غيره نثني عليه لفضله ونمجد ان لم يكن حمدا فمن ذا غيره نثني عليه لفضله ونمجده والسلام عليكم ورحمه الله The Minister of Labour and Social Development, Jamil Ahmedan, presented the Prince Salman bin Hamad Medal for Medical Merit to the Ministry personnel in implementation of the Royal Order and within the framework of the Order of His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister, Prince Salman bin Hamad Al Khalifa, to all concerned parties to present the medal to frontlines of health cadres, the BDF, the Ministry of Interior, and all supporting bodies. The minister paid tribute to His Majesty King Hamad bin Isa Al Khalifa and to His Royal Highness for their support to frontliners' national efforts to combat the pandemic. He stressed the importance of building on achievements and exerting more efforts to reach success, describing the royal honor as a motive to continue work with utmost resolve. The Ministry personnel said that they were honored to receive the medal and stressed it would be a great incentive to continue working in the service of the nation.